آرثر مورغان يبلغ 29 عاماً ومتهم بقتل ابنته الرضيعة تيرا. ذهب مورغان لجلب ابنته من بيت أمها لمشاهدة فيلم هابي فيت 2، إلا أنه عوضاً عن ذلك قيدها بمقعد الأطفال وربط رافع السيارة بالمقعد وقبلها قبلة الوداع ورماها في نهر نيوجيرسي الذي يجري على طول وول كاونتي في منتزه شارك. فر بعدها مورغان من الولاية إلى أن ألقي القبض عليه بعد أسبوع في سان دييغو. واكتشفت الجثة في اليوم التالي من قبل فتيان، حيث رأوا حذاءها الأسود والبنفسجي وسترتها الزهرية على سطح الماء. تم اكتشاف الجثة في اليوم التالي من قبل فتيان حيث رأوا حذاءها الأسود والبنفسجي وسترتها الزهرية قد طفت على سطح الماء. لم يظهر مورغان أي مشاعر اتجاه الحادث، بل ظل يبتسم للكاميرات ويغمز بعينيه في قاعة المحكمة، حيث سيتم البت بأمره لاحقا في شهر أيار.